كان جزء من برنامج ترامب في البداية انه اشاد بقوة زعيم كوريا الشمالية وانه رجل يخدم مصالح بلاده، ومن ثم كان جزء من اطروحاته انه سوف يحل مسألة الكوريتين وانهاء النزاع. وهو رجل عرف عن ترامب من بداية الحملة حتى الان الرجل ينفذ كل ما قدمه في برنامجه حتى لو كان على حساب حلفائه او على حساب، لكن هو مصمم على تنفيذه. الاجنده بتاعته كانت واضحه في موضوع انهاء الازمه الكوريه، وكانت واضحه في مساله امريكا اولا، وكانت واضحه في كل علاقاتها الى بعض المسائل الاخرى مثل علاقتها مع الصين وغيرها.